السلام عليكم ورحمة الله. بدأت موضوع طال علي إيش أعمل. الموضوع واسع ولا بد من ذكره، لأنه يعني يمكن أهم موضوع أن نعرف ما يحل لنا أخذه من الحضارة المعاصرة وما يحرم علينا، لأنها امتزجت بنا، تداخلت عاداتنا وعاداتهم، ما عدنا نستطيع أن نجردها. مع ذلك مو كل ما كنا عليه كان موافقا للإسلام. هلأ اللي كان عليه جدي وأجدادكم مو كل عاداتهم كانت موافقة. العادات تخضع لحكم الشرع. فقلت لكم حللنا الحضارة هي إلى عناصرها. شلون اليوم هلأ بتجيب لما جاءوا بحجارة من القمر حتى يعرفوا تركيبها حللوها، انه هي فيها معدن الفلاني ومعدن كذا وفيها ايش. هلا رد الاشياء الى اصولها المفرده هذا التحليل. فقلت لكم ما يتصل بالعقيده خلاص رفضناه، ما يتصل بالعقل والعلم اخذناه، تعلمناه، تعلموها كلها. يعني ينبغي، وقد تعلمنا الان بحمد الله، هلا صار منا علماء في الطب وفي الهندسة وفي الكيمياء وبالفيزياء، حتى بعلوم الفضاء من العرب من المسلمين صار في علماء كثيرون بحمد الله. ما يتصل بالعادات، قلت أنا رأيي العادات المتعلقة بتنظيم الحياة وضبطها مثل ضبط المواعيد، أي نأخذها لأنها من ديننا، من ديننا الأصل هي بضاعتنا ردت إلينا كما قلت لكم. الناحية من العادات اللي نرفضها ما يتعلق منها بما يسمى اليوم المسائل الجنسية، يعني ما يتعلق بالنساء وبالاختلاط وبكذا، هذا والله نتركه. يعني هذا ما هم عليه الآن هذا سيء. هؤلاء ارتقوا عقليا بلا شك، أعقل يعني ارتفعوا عقليا علينا، يعني صاروا أرقى منا بالعلم، العلوم العقلية. أما في المسائل هذه لا والله هم دوننا، بل في حالات كثيرة نزلوا عن رتبة البهائم. والكلام هذا والله قلت مرة في خطبة جمعة حضرها في ألمانيا في آخن، هذه في مركز إسلامي كبير، وكان جاني قبل الصلاة جماعة من القساوسة العلماء يعني متمكنين وناقشات، ثم حضروا وسمعوا هذا الكلام وما استطاعوا أن ينكروا. فمن هالناحية هذه لا نسد الباب بيننا وبينهم. هدول دخل علينا، لأنه اليوم الشباب والشابات من أين يدخل عليهم الفساد؟ يعني الشيطان، الشيطان له أبواب، في أبواب كبيرة وأبواب صغيرة، وفي طاقات وفي شقوق وكلها بيدخل منها. الأبواب الكبيرة أكبر الأبواب باب الشهوات، الشهوات باب عظيم جدا يدخل علينا منه الشيطان، شيطان هل هو إبليس، شيطان الجن وشياطين الإنس الذين هم أشياعه وحلفاؤه، وربما كان منهم من هو شر من الشيطان الأصلي. ليش؟ الشيطان الأصلي بتقرأ عليه تذكر الله بيهرب. هدول الواحد أو الواحد الشيطان أو الشيطانة من البشر لو قرأت عليه القرآن كله ما بيهرب، لأنه هذا أسوأ من ذاك. هالأمور هي لا نفتح لهم الباب ليدخلوا منها علينا. منين دخلوا؟ مثلا من كشف العورات. هلأ في عورات أمر الشرع بسترها، من كشفها. قلت مرة أنا من قديم لك، هي تعرفون أنه هي أول مادة في قانون إبليس، إبليس له قانون، أول مادة ينزع عنهما ثيابهما ليريهما سوآتهما، هي أول شيء عمله إبليس. ولذلك الذين يدعون إلى التكشف وإلى السفور وإلى إبداء العورات، هؤلاء ما جاءوا بشيء جديد، ما اخترعوا، هذول يعيدون يعني ما قاله إبليس من أول الأمر. فانتبهوا لهذا. سألني سائل من قريب
انه صارت موضه بيقول لك ما الحكمه في كذا وكذا. هذا السؤال بالاصل ما هو وارد. هلا المسلم عليه ان يطيع ما امر الله به سواء ظهرت له الحكمه منه ام لم تظهر. ما بيقول يا ربي انا ما اطيعك الا اذا اقنعتني وبينت لي الحكمه. لا، الاسلام معناه الاستسلام والانقياد والالتزام المطلق، مو بشروط. أنا بعقاب الحرب الأولى لما انهزمت ألمانيا شو قالوا؟ ولا استسلام بلا قيد ولا شرط، بدك تلقي السلاح وارفع إيديك، بقول ارفع إيديك خلاص ما في شروط. ولذلك نحن نشترط على الله بدنا نطيع، لكن في حكم. ما الحكمة؟ ممكن يخطر على البال، ليش إنه الله أمر بستر العورة؟ هذا أنا شيء خطر على بالي، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. هلا لو الناس الرجال كلهم غطوا وجوههم، ما بتعرف واحد من واحد، بالوجوه يكون التعارف ويكون اللقاء ويكون التمييز بين الناس. لو ربطوا أيديهم، اليد اللي تأخذ وتعطي يكون بها البيع والشراء وشيء، يعني بقي هالمنطقة هي اللي منطقة العورة. هل يسماها الشرع عورة؟ هل قسم هذا من الجسم؟ لك شو لك شغل فيه؟ هذا يعني هذا له عملان. عمل انه اذا واحد ما تأخذوني يعني اقول دخل الحمام يحتاج ان يكشف عن هذا، ما حدا بيدخل معه. هل يدخل الحمام ليقضي حاجته بروح بيعمل بطاقات دعوه ويدعو لنا؟ بيدخل وحده، اذا ما حد له شغل معه فيها. وما يكون بين الزوجين، هل يكون بين الزوجين؟ هذا الله اقامه على السر، على الستر، على الخفاء، مو على الاعلان. الاعلان بالاصل للعقد، بيحطوا الأضواء وبيبعثوا البطاقات والدعوة لحضور العقد، عقد الزواج. لكن الخلوة ما سميت خلوة إلا ليخلو بها، ما حد له علاقة فيها. إذن الإسلام أمر بستر العورة لأنه ما حد له شغل فيها أبدا. بعدين شيء ثاني، هلأ الشيء قانون تداعي الأفكار يسموه فرنسيين أسوسياسيون ديزيدي، يعني الشيء يذكر لو رأيت مثلا هالساعة بتتذكر الوقت، رأيت النظارات هي بتتذكر النظر والقراءة. طيب إذا واحد رأى العورة يذكر ما خلقت له، فإذا يذكر. والشرع لا يريد أن يكون التفكير بهالأمور إلا منتجا موصلا. التفكير الموصل يعني اللي يثير طاقة له مصرف، لها عنده مصرف. المتزوج متزوج إذا يعني الرغبة هي اشتدت عنده له طريق، أما غير المتزوج لا ينبغي أن يثيرها في نفسه. لك ما له طريق. هلأ البيت أو الحمام اللي له هذا بالوعة، بلوعة وبالوعة كلمتان عربيتان فصيحتان، بروح منها الماء مهما صببت ما في مانع. والمحل هذا معد لصب الماء، ما بتجي لغرفة الاستقبال هل ما لها بلوعة تغتسل فيها تفسد ما حولها. فإذا ما تأمن المصرف أولا. ولذلك ستر العورة لألا. هلا مرة واحد من إخواننا عنده ولد وكثير ما تقع، ما بيأكل، طفل صغير بصير الغداء تعكل ما بيأكل، ما عنده قابلية، بيروحوا للطبيب وكتب له دواء للقابلية. بعدين سألت أنا أنه هذا أثناء النهار شو بيعمل؟ قبل نصف ساعة هذا أخذ قطعة شوكولاتة. شوكولاتة ممكن نحن نعربها التعريب، أن ندير اللفظ الغريب الأعجمي على النطق العربي. شوكولاتة كثير العربي ما يقولها، منقول شوكولاتة إذا أردنا أن نعرب. هذا التعريب معناه. مو بعض الناس بيقول لك أنه عرب الكتاب عن الإنجليزية، هذه ترجمة مو تعريب، هذا ليس بتعريب، هي اسمها ترجمة. أعود إلى الموضوع، هذا أكل قطعة شوكولاتة، أكل قبل نصف ساعة أخذ له كم حبة عناب، قبل شوي أخذ سكرة، هذا أخذ أشياء لا غذته وأغنته عن الغداء والعشاء، ولا أبقت عنده شهية أنه يجي يأكل. ولذلك بيقول له الطبيب ممنوع لا تخليه يأكل شيء أبدا. هذا هو اللي قاله الشرع. الشرع طبيب،
يعني الله عز وجل هو الحكيم، يسموه عنا بالشام ولبنان بيقولوا للطبيب يا حكيم، من قديم هذه. نعم، فالحكيم هو الله. الله أرشدنا لهذا. الشاب هل بيجي ينظر نظرة إلى امرأة أجنبية، إذا ازداد لمسها لمستان أو ربما قبلها قبلة وشي، هالأمور هذه مثل الشوكولاتة اللي أخذها شوكولاتة وحبة عنب وحبة فاكهة، هي لا تشبع ولا تغني عن الغداء والعشاء ولا تبقي عنده شهية. هذا اللي يقع للشباب كثير منهم غير المتدينين، أخذ شوي وشوي وشوي لا بقي عنده رغبة قوية تدفع إلى الزواج الذي خلق الله، وهذه الشهوة لتدفع إليه ولتنتج الثمرة المطلوبة، ما بقي عنده الرغبة هي ولا اكتفى بها، لأن الزواج للولد هذه ما صنعت شيئا، ما انتجت شيئا. ولذلك الشرع عندنا مبدأ سد الذرائع، ذريع الطريق. العوام بيقول لك الطاقة، كلمة عربية الطاقة أيضا كمان من الطوق، الطاقة اللي يأتي منها الريح سدها لتستريح، مو سدها واستريح بصير غلط، واستريح منقول لتستريح، صار المثل هذا صحيح وصار عربيا سليما. هذا العوام عندهم حكم، هذا سد الذرائع. سد الذرائع هي نجي الهواء من هون سكره. لو السقف كان قديما عنا بيوتنا من الطين لما كنا صغارا، تنزل المطر فيكف، وكفى يكف، يكف السقف، بنقط، بتحط تحت هنا إناء وهنا قدر وهنا شيء، قد ما حطيت ما بفائدة، بده بينزل. ها شو بتعمل؟ تطلع لفوق. كنا نطين السطوح بالشتاء، كل شتوية نطين السطح بالسد الذريعة. عكسها يعني الشرع اليوم أراد أن يستر هذه الأعضاء التي تثير الشهوة، ولا يكشفها إلا عندما يكون الطريق سالكا للإنتاج. هذه الطاقة إذا لم تنتج، يعني أشغل موتور على الفاضي، لك عندك موتور محرك لا تشغله على الفاضي، إذا وصلته وحطت له هذا الشريط شو اسمه هذا نطاق جلدي وربطه بدائرة ثانية بمشي السيارة، يسير القطار، يدير المعمل، يعني تحط له ساعد هذا بيستون هذا بمشي القطار. أما إذا دار على الفاضي ما في مانع، فالشرع أمر بستر العورة حتى ما تثار هذه الشهوة فتصرف في غير طريقها، مثل السيل اللي جاي، الشهوة مثل السيل. لا قال لك الشرع وقف في طريق السيل وسده، ولا قال لك اتركه يدمر. عكسها نظرية الموضة. أنا قرأت كتاب كنت لخصت لكم يا مرة في ليش الموضة يوم بين الصدر أكثر هيك حتى يوصلوا لمنطقة ما عاد ممكن أكثر منها، ما عاد ممكن. اليوم مع الأسف اليوم ما عاد بالوا بشيء في بعض بلدان أوروبا وأمريكا، يعني ما عاد استحوا أبدا. بعدين الناس يملون منه، تطلع موضة ثانية أن يكشف، يقصر الثوب، يكشف من الساق قسم شوي شوي شوي، مين يجيب ميكرو يجيب وصل فوق، بعد ممكن خلاص بيرجعوا هذا. فالموضة تعمل على ما كشف ما يثير الشهوة، والشرع يعمل على ستر ما يثير الشهوة، إلا إذا كان لها مصرف نافع وهو الزواج. إذا ما في زواج وأثرتها عم تدور الموتور على الفاضي، هذوك ما بيهمهم، لا يهمهم من لا. وغريب أنه أنا من زمان قلت كلمة استقرأت، ما بدي أذكر أسماء، بعضهم ماتوا وذهبوا، أكثر الذين كان يدعون إلى السفور وإلى الحسور والاختلاط وشي، لك ما هم متزوجين، ما لهم زوجات حتى يغارون على زوجاتهم، ما عندهم ولا عندهم بنات. أنا مرة كتبت قلت أنا لي الحق أن أقول أنا أبو بنات وجد بنات، الحاصل هذه صارت خلاصة الجواب، انتهى الوقت. السلام عليكم ورحمة الله.